توجهنا اليوم بمبادرتنا يلي هي جمعتنا غير بشهر البركة والخير لمدرسة واحة الأمل اللي هي عبارة عن 4 معاهد: معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، ومعهد الواحة للمعنف لرعاية المعنفات، وفي عنا معهد التأهيل للجانحات، ومعهد حقوق الطفل للتسول والتشرد. وهي كانت عبارة عن أنه نشاركهم هذا النهار لحتى نحسسهم أنه نحن عبارة عن عائلة وحدة وهن عضو فعال بهذا المجتمع. اعتادت طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كل المواسم والأعياد سواء الوطنية أو القومية وحتى في أعياد رمضان المبارك أن تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، الجمعيات الخيرية المشهرة وفقا لأحكام القانون، أن تقوم بدعوة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون إعاقة للإفطار سوية أو للمعاهد التي ترعاها الوزارة، هي معاهد التسول، معهد ذوي الإعاقة الذين يعانون إعاقة ذهنية، أيضا للفتيات الجانحات في المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تقوم بدورها الوزارة من خلال عقد الاتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات. وحاليا لدينا جمعيتين تقيمان هذا الحفل بالتعاون مع وزارتنا، هذا الافطار لهؤلاء الاطفال. هذا اليوم هو نحن بنحسن نقول انه يعني هو المفروض يكون نحن كل يوم هيك مثل هاليوم، لكن له خصوصيه. اول شيء انه برمضان هو شهر الخير وتآلف الناس ومحبتها مع بعضها. جمعية جذور مثل جمعية حقوق الطفل، مثل أي جمعية ثانية بالنسبة لنا نحن كوزارة عم يكونوا لنا الزراع لنا لحتى يقدموا الخدمة الأفضل بالجودة الأفضل لفئة من الناس، كثير فئة من الأطفال وكثير كثير صعب التعامل معهم، ومن النساء المعنفات. حقك يا دنيا علينا بكرت ونحن تمسينا، حقك يا دنيا علينا بكرت ونحن تمسينا، وحدك رح تبقي يا دنيا، نحنا زوار نحنا زوار نحنا زوار.